10 مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. بتكليف سامن سمو السيد هيثم بن طارق يشارك في افتتاح المبنى الجديد لمركز إكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة. الاحتفال بافتتاح قيادة الشرطة المهام الخاصة بولاية السيب وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين. الملتقى اللوجستي الثالث لميناء الدقم يكشف عن إنشاء الرصيف الثاني للمواد السائلة، هو الأكبر من نوعه في المنطقة. مع تواصل محادثات جنيف سقوط قتلى وجرحى بدرعا جراء اشتباكات هي الأعنف منذ بدء اتفاق تخفيف التصعيد. وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون: التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجموعة العمانية العالمية للوجستيات والاتحاد الدولي للنقل البري لتفعيل أنشطة التسويق والاتصالات مع القطاعين العام والخاص. وتتابعونا في الأخبار الرياضية: المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم يلاقي الكاميرون بنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي بحثاً عن بطاقة العبور للنهائي. السلام عليكم ورحمة الله. وصل إلى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في زيارة قصيرة للسلطنة تستغرق يومين. وكان في استقبال فخامة الرئيس لدى وصوله كل من معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل ومعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وسعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية وسعادة السفير محمد بن عوض الحسان المكلف بتسيير أعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير ناصر بن محمد البوسعيدي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير الدكتور أحمد عباس رمضان سفير دولة فلسطين لدى السلطنة وعدد من أعضاء السفارة. ويرافق فخامة الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة معالي الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ومعالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاة الشرعيين ومعالي نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة ومعالي مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس وسعادة السفير الدكتور أحمد رمضان سفير دولة فلسطين لدى السلطنة وعدد من المسؤولين. بناء على التكليف السامي شارك صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد في افتتاح المبنى الجديد لمركز إكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة. المركز يعد منبرا لتعزيز الحوار والتقارب كما أنه يقدم منحا دراسية في جوانب الثقافة والحضارة والمجتمعات الإسلامية في سياقها العالمي. مشاركة عمانية دولية في افتتاح مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة بحضور صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وممثلي دول عربية وإسلامية حول العالم ممن ساهموا في بناء المركز الذي يقدم للغرب جوانب الثقافة والحضارة الإسلامية ويضع المجتمعات الإسلامية المعاصرة في سياقها العالمي. نجاح هذا المركز منذ انطلاقه لم يأتي مصادفة وإنما جاء بتضافر الجهود الكبيرة لإعمار دار الدراسات الإسلامية في أكسفورد. ليس أي شخص يستطيع أن يقدم ما فعله الداعمون لإنجاز هذا الصرح الكبير، لهم كل الشكر والتقدير، ولولاهم لما نحن مجتمعون اليوم.
سلطنة عمان دعمت تأسيس المركز وبناء القاعة الخاصة بالطعام بتصميم عماني كلاسيكي إلى جانب دول أخرى كبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات وماليزيا والمغرب واليمن في تأكيد على التعددية والانفتاح على الثقافة الإسلامية في المملكة المتحدة. هذا المركز يحظى باهتمام وعناية كبيرة من قادة الدول الإسلامية والمملكة المتحدة وأيضا من قبل جلالة السلطان. هناك مساهمة إيجابية من السلطنة في بناء واحدة من أهم القاعات التي تتميز بالمزج ما بين العمارة العمانية سواء كان العمارة التقليدية أو العمارة المعاصرة. روح العمارة هي واحدة، يعني أشكال تتغير. فهنا أوكسفورد دي مدينة قرون وسطى، فالعمارة بتاعتنا روح واحدة فتتأقلم مع خلف الأشكال. تأسس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام 1985 كمركز مستقل معترف به من قبل جامعة أوكسفورد أقدم جامعات بريطانيا، وفي عام 2012 أصبح المركز أول مؤسسة متخصصة في دراسات الإسلام ببريطانيا تحصل على الميثاق الملكي البريطاني، ليصبح اليوم رمزا لتعزيز التفاهم والحوار البناء بين التقاليد والثقافات. مسيرة خير تواصلها عمان داخل السلطنة وخارجها، يمتد العطاء والعمل الإنساني إلى المشاركة في بناء وافتتاح مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بحضور عالي المستوى لخدمة القضايا الدينية والرسالة الإسلامية حول العالم. عبد جمال، تلفزيون سلطنة عمان، أوكسفورد. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح قيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين، وبدأ الحفل بعزف للسلام السلطاني، ومن ثم تقدم قائد الطابور مستأذنا راعي المناسبة ببدء مراسم التخريج. بعدها مر طابور الخريجين من أمام المنصة بالمسير البطيء. بعد ذلك أدى الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق، ثم رددوا قسم الولاء ونداء التأييد. وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة مع السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بتسليم جوائز الإجادة لعدد من الأوائل الخريجين. كما احتفلت قوات الفرق بالجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين على ميدان الاستعراض العسكري، وقدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير العادي وحركات السلاح. بعدها قام راعي المناسبة اللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الجوائز التقديرية على أوائل الدفعة المتخرجة في مختلف الأنشطة التدريبية. وفي الختام أدى الخريجون قسم الولاء ونداء التأييد. كشف الملتقى اللوجستي الثالث لميناء الدقم عن اقتراب البدء في إنشاء الرصيف الثاني للمواد السائلة بالميناء، والذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الملتقى طرحت الشركات العاملة في منطقة الدقم الامتيازات المتوفرة أمام المستثمرين والخطط الحكومية في توسعة قطاع اللوجستيات لخدمة مشاريع المنطقة. الرصيف الثاني لميناء الدقم سيكون بسعة 7 ملايين مترا وبعمق 18 مترا، وسيحوي أحد أكبر الأرصفة في المنطقة المخصصة للمواد السائلة. هذه المشاريع وغيرها أبرز ما طرح أمام المستثمرين في الملتقى اللوجستي الثالث لميناء الدقم. سوف يكون هذا الرصيف المواد السائلة واحد من أكبر الأرصفة في منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بتخصصه في مجال الأنشطة المرتبطة بالمصفاة والبتروكيماويات، ولديه أيضا ساحات من المناولة والإنزال الخاصة بهذا النشاط. الملتقى الثالث تدور أوراق عمله حول ما ستوفره المناطق اللوجستية من امتيازات ومستقبل المدينة الصناعية العمانية الصينية لدعم الصناعة، وآرائي شركات النفط والغاز حول توفير الطاقة وتسهيلات النظام الجمركي المطبق حاليا في المنطقة.
ميناء الدقم ينظم هذا الملتقى بصفة سنوية للتعريف بما تم إنجازه، لأن ذلك مهم أن يتم بالتزامن مع باقي المشاريع المقامة حاليا في المنطقة، ما يوجد خيارات واسعة أمام المستثمرين. العام المقبل سيشهد الميناء نقلة نوعية مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع والتي تتزامن مع بدء العمل في مشاريع كبرى بمنطقة الدقم. عند اكتمال مشروع ميناء الدقم بعملياته التشغيلية المتكاملة على عام 2018 إن شاء الله، راح يكون في 4 محطات، منها محطة المواد السائبة ومحطة الحاويات ومحطة الرورو اللي هي نقل المركبات، استيراد المركبات، ومحطة متعددة الأغراض. الملتقى يفتح بابا للحوار مع مختلف القطاعات اللوجستية لدعم ميناء الدقم الذي سيكون بوابة رئيسية للاستثمار في السلطنة، وسيشكل نقطة عبور للشحن بين قارتي أفريقيا وآسيا. يؤمل أن يشكل الميناء مع المطار والطرق البرية ومستقبلا مع قطار عمان شبكة لوجستية لإمداد الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية بالخدمات. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري 34 في العاصمة الرياض، وبحث الاجتماع التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتحضيرات أيضا للقمتين الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر انعقادهما مطلع الأسبوع المقبل. كما بحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى سبل تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب. ترأس وفد السلطنة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. في جنيف التقى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بوفد المعارضة السورية، وقالت مصادر إعلامية إن وفد المعارضة أنهى مشاوراته بشأن الاقتراح الذي قدمه دي مستورا لأطراف المفاوضات والمتعلق بتشكيل آلية أو آلية استشارة بشأن القضايا الدستورية والقانونية خلال المرحلة الانتقالية. كما أشارت المصادر إلى أن وفد المعارضة طالب باستمرار الجولة الحالية من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات. ميدانيا، قتل 24 شخصا في قصف جوي شنته طائرات حربية ومروحية روسية وسورية طال مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في ريف حماة. من جانب آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معارك عنيفة دارت بين قوات الحكومة السورية ومسلحي المعارضة في مدينة درعا، اعتبرت الأعنف منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التصعيد، وتركزت الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في أطراف حي المنشية ومحيط منطقة سجنة غرب المدينة. خلال كلمة له في البرلمان الأوروبي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر فاعلية في تناول أزمة المهاجرين، كما دعا المسؤول الأوروبي إلى ضرورة التوصل لإطار دولي لإدارة حركة المهاجرين. أعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق دولي بشأن المهاجرين. من المهم جدا خلق المزيد من الفرص للهجرة القانونية وزيادة فاعلية التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون في صميم هذه الحوارات، وأن يكون دور الاتحاد إيجابيا للغاية لإيجاد توافق الآراء اللازمة لجعل اتفاق الهجرة ناجحا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لتقديم نص الحديث الذي دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الكونغرس الأمريكي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتليوني في مدينة سوتشي، نفى الرئيس الروسي صحة تقارير التي تحدثت عن إطلاع ترامب للافروف على معلومات سرية، معتبرا أن من شأن تلك التصريحات الإضرار بسمعة الولايات المتحدة. تصريحات بوتين تأتي بعد يوم من رد ترامب على الاحتجاجات التي أثارتها التقارير بالقول إن لديه الحق المطلق في مشاركة بعض الحقائق مع روسيا. إلى أفغانستان، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 20 آخرون على الأقل في هجوم لمسلحين على المقر العام لمبنى الإذاعة والتلفزيون الأفغاني في ولاية نانغارهار. وقال متحدث في وزارة الداخلية الأفغانية إن الهجوم بدأ بانفجار 3 اشتباكات مع القوات الأمنية الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 4 مهاجمين و6 أشخاص بينهم ضابط شرطة. هذا وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. هذه النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. إبداعنا لأجلهم، معرض للفن التشكيلي يحمل في مضمونه بعدا إنسانيا بأنامل طالبات للتعليم الأساسي بولاية بهلة. تكليف سام، سمو السيد هيثم بن طارق يشارك في افتتاح المبنى الجديد لمركز إكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة. الاحتفال بافتتاح قيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين. الملتقى اللوجستي الثالث لميناء الدقم يكشف عن إنشاء الرصيف الثاني للمواد السائلة، هو الأكبر من نوعه بالمنطقة. مع تواصل محادثات جنيف، سقوط قتلى وجرحى بدرعا جراء اشتباكات هي الأعنف منذ بدء اتفاق تخفيف التصعيد. نجدد التحية بكم. من أجل الوصول بالعمل الحكومي والخاص إلى أقصى درجة من الكفاءة الإنتاجية، بدأ المؤتمر السنوي الرابع للقيادة أعماله باستعراض مهارات القائد الفعال وتحفيز الموظفين. يشارك بالمؤتمر عدد من الرواد في مجال تنمية الموارد البشرية من السلطنة وخارجها. الإنسان أساس التنمية الشاملة وغايتها، منهج سارت عليه السلطنة منذ البداية وما زالت مستمرة في تعليم وتدريب وتنمية مواردها البشرية. القيادة فن التأثير على الآخرين، وحتى تكون نتائجها إيجابية على المؤسسات والمجتمع، فإن المؤتمر السنوي الرابع للقيادة يستعرض مهارات القائد الفعال وتحفيز الموظفين مع تمكين المرأة وإبراز دورها في العمل. الاهتمام بالعنصر البشري هو أساس أي تطوير، وأعتقد مثل هذه البرامج هي نوعية في الأصل. القيادة هي التعبير عن الرؤية وتجسيد القيم وابتكار بيئة يمكن فيها إنجاز الأمور. تدريبات وتمارين عملية مع المشاركين من خلال 4 جلسات عمل دعت إلى ضرورة تحسين كل موظف لمهاراته الشخصية في القيادة ليصبح قائدا ذا فاعلية عالية، ليتمكن من غرس وبناء المهارات القيادية في مؤسسته.
مهم جدا في عمان يكون معنا مؤتمرات قيادية مثل هذه المؤتمرات، لأنها تنمي المواهب البشرية، تطلع لنا كوادر كفء في المؤسسات الحكومية والخاصة. هذه هي الفرصة المناسبة أن أنا أحضر مثل هذه المؤتمرات، خصوصا هذا المؤتمر اللي هو يتكلم عن القائد الفعال. شيء مهم جدا للإنسان أنه خاصة إذا يريد يطور في مجال الإداري، وأنه يكون مبدع في مجاله، لازم يطور هالمهارات لأنه هي اللي تصنع الفارق. وتخلل المؤتمر منتدى نقاشي بعنوان أفضل الممارسات العالمية والمحلية في القيادة الفعالة، بمشاركة عدد من الخبراء من السلطنة وخارجها. المشاركون في هذا المؤتمر اتفقوا على أن أهمية القيادة تعود إلى العنصر البشري الذي أخذ يحتل المكانة الأولى بين مختلف العناصر الإنتاجية. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. اعتمد مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بطاقة الأداء المتوازن لقياس أداء الصندوق لعام 2017، وخلال اجتماعه الثاني لهذا العام استعرض المجلس البيانات الإحصائية للمتقاعدين والمشتركين، حيث بلغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 50,000 متقاعد بقيمة معاشات شهرية مستحقة بأكثر من 21 مليون ريال عماني. لتصحيح المعلومات الصحية المتداولة عبر برامج التواصل الاجتماعي وتوفير بيئة صحية آمنة، انطلقت بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حملة بادر من أجل مجتمع أكثر صحة. هذه هي الحملة التي تأتي من تنظيم مستشفى جامعة السلطان قابوس، سوف تمر بعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاصة. إحصاءات متوقعة في ارتفاع عدد المشخصين والمصابين بالقولون العصبي وسرطان القولون بالسلطنة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع مستشفى جامعة السلطان قابوس إلى إطلاق حملة توعوية وتثقيفية تحت اسم بادر من أجل مجتمع أكثر صحة. بدأنا بهذه الحملة كمبادرة منا لتوعية المواطن بشكل خاص، لأن نحن نريد نوعي الناس. في صارت الميديا الحين تنشر أحيانا، تعرف، معلومات خاطئة، مثلا القولون العصبي هذا يؤدي للسرطان أو أي شيء، مثل معلومات خاطئة كثيرة تنتشر في الميديا. احنا بغينا نوصل المعلومات الصحيحة عن هذه الأمراض، وخصوصا أنه مثلا مرض سرطان القولون هو ثالث مرض، ثالث سرطان يصيب في عمان وفي العالم بشكل عام. الحملة تهدف إلى توعية وتعريف الموظفين بالقولون العصبي ومسبباته وأعراضه وكيفية الوقاية منه، إضافة إلى تصحيح وتوضيح المعلومات الصحية المتداولة عبر برامج التواصل الاجتماعي. الحديث في بدايته ذهب إلى أبرز أعراض حالة القولون، وهي الإسهال والإمساك المفاجئ وشدة الآلام في البطن والمعدة، مؤكدة الحملة أن يكون علاجه نفسيا وبدنيا كالرياضة والغذاء المنتظم والتهيئة النفسية لمواجهة متغيرات الحياة. كنت أعتقد بأن مرض القولون العصبي هو مرض يصاب به جزء من الإنسان، ولكن من خلال حملة بادر نحو مجتمع أكثر صحة استفدت بأن القولون العصبي أو الإصابة بالقولون العصبي هي ليست بمرض، وإنما هي حالة يعاني منها جزء من الإنسان. تعلمنا استفدنا ثلاث أشياء، أن كيف نحن نتعامل مع هالمرض وكيف علاجه، وثالث شيء شو الأسباب اللي تؤدي هالمرض. الحملة كشفت في ختامها أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن مرض سرطان القولون ثالث الأمراض انتشارا ومسببا للوفيات حول العالم. بادر من أجل مجتمع أكثر صحة انطلقت من هنا، من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لتمر بعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، هادفة لنشر وعي الفحص المستمر وتشخيص للمرض والوقاية منه، كما جاءت أيضا لتصحيح مسار المعلومات الصحية التي تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. وفي نشرة سابقة أوضح الدكتور عيسى بن سيف القرشوبي استشاري أول أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة السلطان قابوس، أوضح أن الهدف من حملة بادر من أجل مجتمع أكثر صحة هو توضيح طرق الوقاية من المرض، والتي تتمثل في الانتظام بالغذاء الصحي المتكامل واتباع النمط الصحي السليم.
تأينا أن كيف نصل إلى كافة أفراد المجتمع بأن نذهب إلى المؤسسات الحكومية بادئ ذي بدء، ومن ثم نستطيع أن نعممها إلى باقي المؤسسات الأخرى. وعندما نتحدث إلى الموظفين الهيئات والمؤسسات هذه، الموظفين والموظفات في هذه المؤسسات سوف يذهبون إلى أسرهم وإلى مجتمعهم، سينقلون المعلومة الصحيحة من المصدر الموثوق، بحيث يقول الشخص أنا حضرت المحاضرة الفلانية وذكر الدكتور فلان عن المرض الفلاني، هذه أعراضه، هذه هي طريقة علاجه. وهذا أكثر ما يهمنا في هذا الموضوع. أبسط صورة طرق الوقاية هي الانتظام بالغذاء الصحي السليم، الغذاء المتكامل، وأيضا النمط الصحي السليم. أقصد بالنمط الصحي أي ممارسة الأنشطة البدنية، الانتظام بالوجبات في الأوقات المحددة، وأيضا أن يعرف الشخص كيف يتعامل مع المسببات الضغوط النفسية وضغوط العمل. تشارك سلطنة دول العالم احتفالها باليوم العالمي للمتاحف والذي يصادف 18 مايو من كل عام. المتاحف وتاريخ النزاعات، سرد ما لا يقال في المتاحف، كان شعار المجلس التنفيذي للآيكوم لهذا العام، والذي ينظم في السلطنة من قبل وزارة التراث والثقافة. تعد هذه القطعة المعدنية القطعة الوحيدة في العالم والتي يحتضنها المتحف الوطني في مسقط، وهي من اللقى التي تم العثور عليها ولقى أخرى ضمن متبقيات سفينة الملاح البرتغالي فاسكو دي غاما الغارقة قبالة سواحل جزر الحلانيات. تم العثور على ما يقرب 2826 قطعة أثرية تابعة لأسطول فاسكو دي غاما الغارق عام 1503. تتمثل أهم هذه القطع في قطع للجانب الدفاعي، وهي البنادق وقذائف مدفعية، وأيضا من أهم القطع اللي هو جرس السفينة الغارق وعملات فضية وذهبية، هي تعتبر من أندر العملات على مستوى العالم. وبذا تعد المتاحف بيئة حاضنة للكثير من الآثار، حيث يحتفى بالمناسبة بتقديم مجموعة من أوراق العمل يتخللها الكثير من الحوارات والنقاشات حول أهمية المتاحف ودورها. هذا اليوم الذي أعتقد أن أهميته تنبع من الدور التنويري والتثقيفي والمعرفي الذي يتأتى من خلال التقاء المعنيين والمختصين يعني التراث وما يخص التراث في تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والتجارب والتبادل المعرفي بين المعنيين بهذا القطاع. وتعد السلطنة بحكم موقعها الجغرافي المتميز وعمقها التاريخي وعلاقتها مع الجوار ثرية بالكثير من اللقى، والتي تعد رافدا مهما للكثير من محتويات المتاحف بالسلطنة. عندنا أكثر من 6000 موقع أثري، طبعا الأخصائيين ينقبوا في هذه الأماكن، وإحنا في قسم الحفظ الفني والصيانة نحافظ على هذه القطع الأثرية في مخازن الوزارة. طبعا عندنا عدة إجراءات للحفاظ على هذه القطع الأثرية، عندنا قاعدة بيانات يتم تصوير القطع الأثرية صور احترافية، يتم أيضا إدراج القياسات، وزن القطع الأثرية، مكان عثور القطع الأثرية، تاريخ القطع الأثرية. الجدير بالذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف بدأ منذ عام 1977، حيث احتفل في العام 2015 قرابة 35,000 متحف في 145 دولة حول العالم. تختزل هذه المقتنيات إرثا تاريخيا وثقافيا كبيرا تقدمه للزائر. وما الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف إلا تأكيد لدور المتاحف في حفظ تاريخ البلدان والشعوب. من متحف بيت الزبير بمسقط، يعقوب بن يوسف البلوشي. خالد العبري معه اليوم أخبار الاقتصاد. مرحبا خالد. أهلا وسهلا سليمان. إليك الكلمة. إلى النشرة الاقتصادية. الصفوة طازج وصحي.
لترويج السلع العمانية ونقل الركاب والتمهيد للدخول في بعض الاتفاقيات الرئيسية لدى الأمم المتحدة، وقعت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل البري لتفعيل المجموعة في أنشطة التسويق والاتصالات مع القطاعين العام والخاص. مساهمة في تعزيز وتسهيل التجارة وإجراء الدراسات المشتركة وتقديم الدعم الفني من خلال تنظيم حلقات العمل والتدريب وسلامة النقل وكفاءة الأداء، وقعت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل البري. المذكرة بالنسبة لنا مهمة جدا، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقل بخصوص مساندة المجموعة في رفع أداء القطاع اللوجستي عندنا في السلطنة، وبالذات النقل البري. مثل ما ذكرت حنركز على موضوعين. موضوع أول شيء رفع مستوى تنظيم الشاحنات عندنا في النقل البري من ناحية السلامة، من ناحية الجودة، ومن ناحية التكلفة. الأمر الآخر هو موضوع النقل عبر الحدود. يعني كثير احنا نريد يعني شاحناتنا ما تظل في طوابير طويلة على الحدود. وبموجب هذه المذكرة تقوم المجموعة العمانية العالمية للوجستيات بتفعيل أنشطة التسويق والاتصالات وتبادل المعرفة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز أنظمة النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل التجارة العابرة بدول المنطقة وبعض دول جنوب وشرق ووسط آسيا. سلطنة عمان بالمراحل النهائية من إتمام إجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية ومن ثم تفعيلها، وفي 70 دولة حاليا منضمين إلى هذه الاتفاقية، وهي بتوفر عديد من المزايا والفوائد لسلطنة عمان. وتأتي مذكرة التفاهم ضمن خطة متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوجستيات التي تتعلق بتسهيل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورفع جودة النقل وضمان استدامته، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة لتعزيز سلسلة التوريدات وتأهيل الكوادر العمانية لتساهم جميعها في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع. شاركت السلطنة في أعمال الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وناقش الاجتماع الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال مجالس المحافظين والتقرير السنوي لأعمال البنك ونشاطاته، بالإضافة إلى المبادرات التي تتبناها في مختلف المجالات. رأس وفد السلطنة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. جدد المشاركون في الملتقى الاقتصادي العربي الألباني على تميز السلطنة بالجذب الاستثماري وتشجيع نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك مع تواصل فعاليات الملتقى والذي يشارك فيه أكثر من 600 من الخبراء وصناع القرار في الوطن العربي وألمانيا. لليوم الثاني على التوالي تفتح العاصمة الألمانية برلين أبوابها لاحتضان أهم منتدى اقتصادي لرجال الأعمال العرب والألمان في دورته العشرين. كان لسلطنة عمان الحصة الأكبر في جلسات النقاش كونها الشريك الرئيسي هذا العام، وخلال الحوار أكد مندوب الشركات على تميز السلطنة على جميع الأصعدة مما يجعلها مكانا جذابا للمستثمر. شركتنا تتعامل مع السلطنة منذ أكثر من 15 عاماً. إنه بلد آمن، بلد تشعر فيه بالراحة والثقة في التعامل. السلطنة بلد رائع الجمال، يجذب ليس فقط المستثمر وإنما كل شخص يعشق الأماكن المميزة. من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني غمزوة على المكانة المرموقة التي تتمتع بها سلطنة عمان والعلاقات المميزة بين البلدين. لقد زرت عمان أكثر من مرة في الأشهر الماضية، وأريد القول هنا أن العلاقات الألمانية العمانية ليست فقط علاقات مميزة ومتينة، بل هي علاقات تاريخية. إن التطور الذي شهدته السلطنة منذ عام 1970 هو تطور غير عادي، تطور مذهل. إن السلطنة مثل يحتذى به، وهذا ما يجعلنا فخورين بهذه العلاقات. كما قدم الجانب العماني عدة أوراق عمل أعطوا من خلالها فكرة شاملة عن الحوافز الاستثمارية الموجودة في المناطق الحرة والخدمات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.
طبعا هي كانت فرصة طيبة للالتقاء مع في هذا المنتدى والعماني الألماني، وبالأساس كان هذا الملتقى تقديم ورقة عمل حول ميناء الدقم وأفاق أيضا تطور في ميناء الدقم، وتوقعاتنا من الآن إلى 2019 عند اكتمال كافة البنية الأساسية وكيف هذا الميناء سوف يعمل على أيضا تنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبالسلطنة بشكل عام. كما تم على هامش الملتقى عرض للتقرير الدولي حول مؤشر التمكن التجاري، وبحسب التقرير احتلت السلطنة المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر التمكن التجاري والمرتبة الثالثة عربيا في مؤشر التطور السنوي. شهدت العلاقات الاقتصادية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وسلطنة عمان في الأعوام الأخيرة تطورا ونموا كبيرين، وتكريسا لهذه الشراكة المميزة اختيرت سلطنة عمان لتكون الشريك الرئيسي في المؤتمر الاقتصادي العربي الألماني في برلين. إيفرين أبو عساف لتلفزيون سلطنة عمان برلين. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف ظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. أوضحت وزارة النفط والغاز أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر إبريل الماضي تجاوز 29 مليون و17 ألف برميل، في حين تجاوز إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج 22 مليون و745 ألف برميل، منخفضا بشكل طفيف عن شهر مارس عند احتساب المعدل اليومي. شهد سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو القادم اليوم انخفاضا بمقدار 72 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء، ليبلغ 50 دولارا و52 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يونيو المقبل بلغ 52 دولارا و82 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار دولار واحد و11 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الجاري. قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد ستوك إن أي اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا يجب أن يشتمل على ضمانات ضد أي مزايا تنافسية غير منصفة. وأضاف توسك في كلمة لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا أن هذه الضمانات يجب أن تشمل مجموعة واسعة من الأمور، من بينها الضرائب والممارسات التنظيمية بين الدول الأعضاء. نشرتنا الاقتصادية انتهت، وعودة للزملاء. الصفوة طازج وصحي. احتفلت السلطنة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام. هذا الاحتفال شمل معرضا فنيا شاركت فيه مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الرامية للحد من انتشار هذه الظاهرة. المخدرات آفة العصر وظاهرة المجتمعات. السلطنة شاركت دول العالم الاحتفال بهذا اليوم عبر المعرض الذي أبرز الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة، هادفة برسالتها إلى التعامل الأمثل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تم إقامة معرض لإبراز جهود اللجنة الوطنية وجميع الجهات المعنية الممثلة في اللجنة، تم خلالها إبراز مشروع الاستراتيجية الوطنية ومشاريع العلاج والتأهيل في محافظة مسقط ومحافظة شمال الباطنة، وبرنامج الرعاية اللاحقة الذي قد تم تدشينه تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية. كما تم إبراز جهود شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. شرطة عمان السلطانية وبدورها ضبطت خلال عام 2016 عدد 2538 جريمة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة بعام 2015، وإجمالا فقد بلغت نسبة الانخفاض في التعاطي 51%.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية تبذل جهود كبيرة في هذا المجال في مكافحة كافة جرائم المخدرات على أرض السلطنة. التوعية المجتمعية بخطورة ظاهرة المخدرات عبر البرامج التثقيفية والتي من أبرزها برنامج فواصل المعتمد دوليا في مدارس السلطنة، هادفا إلى توعية الطلاب بخطر المواد المخدرة وتعزيز السلوكيات الاجتماعية لحماية الطلاب، بالإضافة إلى مركز بيوت التعافي والذي يعمل على إعادة تأهيل مدمني المخدرات. أهمية برنامج فواصل تأتي من كونه يستهدف المراهقين من سن 12 إلى 14 سنة، إضافة إلى دور الأهل. يوجد كتيب ونسخة للأهل تهدف إلى تزويدهم بالمعلومات بالمهارات الأساسية في كيفية حماية أبنائهم من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من السلوكيات الخطرة. 2% تدفعه الكثير من الدول من ناتجها المحلي إزاء ظاهرة المخدرات. محليا تواصل السلطنة إنشاء مراكز العلاج والتأهيل من خلال توقيع اتفاقيات إنشاء المراكز في مسقط وصحار. المخدرات أسوأ بداية لأسوأ نهاية. تحت هذا الشعار شاركت السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يأتي ضمن الجهود التي تواصلت بها المؤسسات العامة والخاصة للتصدي لهذه الظاهرة. أحمد بن راشد الهنائي، محافظة مسقط. وننتقل بكم مشاهدينا إلى الأخبار الرياضية مع مزول الحسنية. تفضل مزول. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا. يلتقي المنتخب الأولمبي غدا نظيره الكاميروني في نصف نهائي منافسات كرة القدم، وذلك بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بأذربيجان. وكان المنتخب الأولمبي قد حل ثانيا ضمن المجموعة الثانية خلف منتخب الجزائر، فيما تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الأولى أمام منتخب أذربيجان صاحب الأرض والجمهور. وقد أدى لاعبو المنتخب التدريب الرئيسي اليوم على ملعب دالجارينا، ويأمل أبناء المدرب حمد العزاني تقديم مباراة كبيرة بهدف التأهل لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب. يلتقي مساء الغد حامل اللقب النصر مع ظفار في نهائي بطولة دوري عام السلطنة للهوكي للموسم الحالي ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. ويسعى النصر حامل اللقب إلى تحقيق البطولة الرابعة له في تاريخ الدوري، حيث حصل على أول بطولة لدوري عام 2008، وسبقها بعامين التتويج بأول بطولة لكأس جلالة السلطان قابوس المعظم للهوكي. ومنذ ذلك الحين والنصر يتواجد في منصات تتويج مسابقات الهوكي، فيما يتطلع ظفار إلى نيل اللقب الأول له في مشواره برياضة الهوكي. إذن هنا خطأ. يسعى الهلال لكسر عقدة الفوز بثنائية الدوري والكأس، وذلك عندما يواجه الأهلي حامل اللقب في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم غدا الخميس. وكان الهلال قد توج هذا الموسم بطلا للدوري لأول مرة منذ 2011، ويريد الأهلي في المقابل ختام الموسم بطريقة جيدة تعوضه عن خسارة الدوري والحفاظ على كأس الملك التي أحرز لقبها في العام الماضي عندما حقق الثنائية المحلية. دعا ماسميلانو أليغري مدرب يوفنتوس لاعبيه إلى تعويض تراجع النتائج أخيرا، وذلك بالدور المحلي حين يواجهون لاتسيو حاليا في نهائي كأس إيطاليا. ويحلم يوفنتوس بتحقيق ثلاثية تاريخية على غرار تلك التي حققها مواطنه إنتر في عام 2010، إذ يتصدر الدور المحلي وبلغ نهائي دور أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني. وفي المقابل يعتبر لاتسيو من الأسماء المرموقة على صعيد الكأس، فقد بلغ النهائي للمرة الثانية الثالثة في خمسة مواسم والتاسعة في تاريخه المتضمن ستة ألقاب.
وإلى الخبر الأخير، حيث يسعى ريال مدريد إلى الاستفادة على أكمل وجه من مباراة مؤجلة تجمعه بعد قليل بمضيفه سلتا فيغو، من أجل أن يصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري الإسباني. وستكون المباراة على ملعب بلادوز بمثابة النهائي بالنسبة لمدرب الفريق زين الدين زيدان، لأن الفوز بها سيجعلهم بحاجة إلى التعادل فقط في لقاء المرحلة الختامية الأحد في الأندلس أمام مضيفه ملقا. ويحتل النادي الملكي المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه برشلونة. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، وعودة الآن إلى الزملاء سليمان ولجينة. في رسالة تحمل في مضمونها البعد الإنساني للفن التشكيلي، بادرت طالبات للتعليم الأساسي بولاية بهلة بتنظيم معرض إبداعنا لأجلهم للفن التشكيلي. المعرض أقيم في ولاية نزوة وخصص ريعه للطلبة المعسرين. إبداعنا لأجلهم رسالة ذات قيمة إنسانية حملها معرض الفنون التشكيلية لطالبات مدرستي سيح المعاشي والوادي الأعلى للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، والذي تحدثت لوحاته وأعماله الفنية التشكيلية عن قصص وإيحاءات فنية ذات جمال مبهر، ليذهب عائده لأجل الطلبة المعسرين. من هدفنا كان من المعرض أن يكون خيري، بحيث أنه الأعمال تباع وبالتالي يكون يعود ريعها لصالح مشروع كسب الطالب للعيد طبعا. فكان هدفنا أساسيا إبراز مواهب الطلاب، وبالإضافة لأنه يكون هدف خيري وبالتالي النهوض بالمجتمع وربط بين المدرسة والمجتمع عن طريق معرض الفنون التشكيلي. بالنسبة لنا هي ينمو مواهبنا وقدراتنا، كذلك نبرز نفسنا نحن كطلبة، وهذا يعني المعرض مهم لنا أن نحن نبرز إبداعنا قدام جميع الناس يعني في هذا المكان المفتوح. أعمال الطالبات في هذا المعرض جسدت مدارس الفن التشكيلي بمختلف أنواعها، فجاء المعرض ليترجم منهج مادة الفنون التشكيلية في المدارس. تجسيد بعض المناهج الموجودة، الدروس الموجودة في المناهج المادة الفنية في بعض الفئات أو من بعض الصفوف، وتجسيد بعض العناصر الإسلامية الموجودة في عمان. جاء هذا المعرض ليعرض أعمال الطالبات في تطبيق الدروس، ولكن كرسالة فنية أكيد للفن هنالك رسالة. جاء لاستخدام طاقات الطالبات وتعبير عن أحاسيسهن ومشاعرهن اتجاه العمل المرغوب. استخدام ما توفره البيئة من خامات متنوعة وتحويلها إلى عمل فني يحكي بخيال الطالبات تناغما جميلا بين الأعمال المعروضة، يؤكد على الموهبة الكامنة في نفوس الطالبات المشاركات. وتسعى مدارس محافظة الداخلية من خلال المعارض الفنية إلى تكريس رسالة الفن التشكيلي وأهميته في بناء المجتمع. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية. نعود ونذكركم بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء. بتكليف سامن، سمو السيد هيثم بن طارق يشارك في افتتاح المبنى الجديد لمركز إكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة. الاحتفال بافتتاح قيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين. الملتقى اللوجستي الثالث لميناء الدقم يكشف عن إنشاء الرصيف الثاني للمواد السائلة، هو الأكبر من نوعه بالمنطقة. مع تواصل محادثات جنيف، سقوط قتلى وجرحى بدرعا جراء اشتباكات هي الأعنف منذ بدء اتفاق تخفيف التصعيد. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات طاقم العمل في هذه الفترة. إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. تنتشر السحب جنوب بحر العرب باتجاه القرن الأفريقي، بالإضافة إلى السحب التي نشاهدها هنا غرب ووسط شبه الجزيرة العربية. لا جديد يذكر على أجواء السلطنة والمناطق المجاورة. خلال فصل الصيف دائما ما يحذر عن ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، حيث يؤدي ترك الأطفال في المركبات إلى خطورة تعرضهم بما يسمى بالاضطراب الحراري حتى وإن تركت النوافذ مفتوحة جزئيا، حيث أن درجة حرارة أجسادهم قد ترتفع بين 3 إلى 5 مرات أسرع من الشخص البالغ. ومباشرة إلى توقعات الأجواء في السلطنة للنهار القادم وحركة الرياح على محافظتي الوسطى وظفار، جنوبية شرقية نشطة تصل إلى 15 عقدة، وبالتالي قد تكون مثيرة للأتربة والغبار لا سيما في المناطق المكشوفة. البحر متوسط الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع للموج 2 متر. هنا أيضا في أقصى شمال السلطنة رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على محافظة مسندم والبحر هادي الموج ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر. على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح شمالية إلى شمالية شرقية أيضا في حدود 10 عقد، والبحر هادي الموج ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر، ورطوبة نسبية تتراوح بين 15% إلى 60%. إلى التوقعات في محافظة مسقط، الأجواء مشمسة مع بعض السحب المتفرقة، درجة الحرارة العظمى 40 درجة، 42 هنا في الرستاق، في جنوب الباطنة الجبلية احتمال تكون بعض السحب خلال فترة ما بعد الظهيرة، شمال الباطنة الأجواء مشمسة في صحار و 36 درجة مئوية، وعند أواخر الثلاثينات هنا في خصب بمحافظة مسندم. إبرة بشمال الشرقية أيضا فرص لتشكل بعض السحب المنخفضة خلال فترة ما بعد الظهيرة، سحب محلية هنا أيضا في الداخلية في نزوة جبل شمس 23، وفي عبري بالظاهرة 42 درجة مع أجواء مشمسة، والأجواء المشمسة أيضا هنا في محافظة البريمي ودرجات الحرارة عند أوائل الأربعينات. في صلالة بمحافظة ظفار تدفق بعض السحب المنخفضة على المناطق الساحلية والجبال المجاورة 32، و41 هناك في ثمريت مع احتمال أيضا ظهور بعض السحب، في هيمة 42 درجة مع تشكل بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح الأولى. جنوب الشرقية في مصيرة 33 درجة مع بعض السحب المتفرقة، في الأشخرة 36 أيضا مع بعض السحب، و43 درجة مئوية في صور مع أجواء مشمسة بشكل عام. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.